أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ونعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. تقدم معنا في الآيات السابقة ما قصه الله تبارك وتعالى من مواقف أهل الكتاب وكفرهم وتكذيبهم وعنادهم، وما أعده الله لهم من العذاب الأليم، وأن أعمالهم التي يعملونها في الدنيا تكون هباء منثورا يوم القيامة، لأنه لا خلاق لهم في ذلك اليوم. وحذر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من الركون إلى أعداء الملة والدين، أو من اتخاذهم أولياء يسارونهم ويستشيرونهم ويلقون إليهم بما في أنفسهم، لأن هؤلاء الأعداء لا يؤمن جانبهم. وإذا كان المؤمنون يعاملونهم بالمحبة والمودة والإحسان، فإن هؤلاء يعاملونهم بعكس ذلك، تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون بذلك. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. في هذه الآية: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. في هذه الآية امتنان من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المؤمنين معه. وقد كان هذا في غزوة أحد. غزوة أحد هي الغزوة التي جاءت بعد غزوة بدر، ومعلوم ما حصل في غزوة بدر من نصر الله تبارك وتعالى وتمكينه لعباده المؤمنين مع قلة عددهم وضعف عددهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى أيدهم بنصره ونصرهم ومكن لهم من هؤلاء الأعداء، فانتصروا في ذلك اليوم في يوم بدر نصرا مبينا. وكان هذا اليوم هو يوم الفرقان، لأن الله سبحانه وتعالى سماه كذلك، فرق الله فيه بين الحق والباطل، وتغيرت الأحوال. بعد أن كان المسلمون في ذلة وضعف وقلة أصبحوا أعزة، مكنهم الله من هؤلاء الأعداء ونصرهم عليهم. وإذا نظرنا إلى حال المؤمنين في غزوة بدر نجد أنه لا توجد دلالة ظاهرة على النصر، فإن عددهم قرابة 310، والأعداء يبلغون 1000، والمسلمون في قلة من العدد. لم يكن معهم إلا فارسان، ولم يكن معهم إلا 70 بعيرا، والبقية كانوا يمشون على أرجلهم راجلين، كانوا راجلين. هذا العدد القليل ما كان له في الظاهر أن يكافئ هذا العدد الذي قابلهم من الكفار، قد استعدوا بكل ما يستطيعون، عددهم يزيد كثيراً على عدد المسلمين، وعددهم وأسلحتهم وأمتعتهم وما جاءوا به إلى هذه المعركة لا يقارن بما عند المسلمين، لكن الذي عند المسلمين هو الإيمان الذي في قلوبهم، وهذا هو مفتاح النصر. مفتاح النصر ليس الركون إلى القوة الظاهرة ولا إلى ما في يد الإنسان، إنما النصر من عند الله تبارك وتعالى.
فالرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وهي الغزوة التي أراد العدو كفار قريش أن ينتصفوا من المسلمين فيما أصابهم في بدر، فجاءوا وكان عددهم 3,000، والمسلمون الذين خرجوا إليهم من المدينة عددهم 1,000. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بهم بعد صلاة الجمعة، وجاء بهم إلى موقع المعركة عند جبل أحد. وهذا تخطيط سليم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحدد موقع المعركة قبل أن تفرض عليه، وهذا غاية التخطيط السليم. اختيار مكان المعركة هذا دليل على التخطيط السليم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما بين الله في هذه الآية: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، يصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ويوزعهم ويرتبهم استعداداً لمقابلة عدوهم. لكن في الآية يقول: وإذ غدوت، والغدو هو الذهاب في صباح اليوم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في يوم الجمعة بعد صلاة الظهر. فما كيف يحل هذا الإشكال؟ الإشكال أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بهم يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، ولكنه رتبهم وأعدهم للمعركة في صبيحة يوم السبت، فزال الإشكال. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كيد الكفار وكيد المنافقين مصاحب للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر لهم في كل الأحوال. كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام رأس المنافقين. من هو رأس المنافقين؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول، كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، خرج ومعه بعض أتباعه. فلما جاءوا إلى موقع المعركة انهزموا، رجعوا إلى المدينة. وهذا الرجوع لا شك أن له تأثيراً على نفوس المقاتلين، ثلث الجيش انسحب مع أن عددهم لا يوازي عدد أعدائهم، ومع ذلك انسحب هؤلاء. وقد أثر انسحابهم هذا على بعض الطوائف من المؤمنين، بعض قبائل الأنصار تأثروا بهذا الانسحاب فهموا أن يرجعوا أيضاً، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبتهم فبقوا. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني أن يتأثروا بما قام به المنافقون فينسحبوا، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا على كل حال ظاهر الآية فيه تشهير بهؤلاء لأنهم أرادوا أن ينهزموا، ولكن آخر الآية فيه أمر محبب لهم، لأنهم كانوا يقولون إنهم ما كان ينبغي أن يذكروا بهذا التشهير، لكنهم فرحوا أن الله سبحانه وتعالى أثبت أنهم أولياؤه وأنهم أولياء لله، والله وليهما، ولي هاتين الطائفتين، فثبتهما فبقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا الأمر بالتوكل في كل الأحوال. ينبغي ألا يركن الإنسان المسلم إلى شيء مما في يده أو ما عنده من القوة أو المعرفة أو الخطط أو التدبير، هذه كلها أسباب، وتعاطي الأسباب من أهم أسباب التوكل الصحيح، لكن لا يقف الأمر عند ذلك، بل لا بد بعد أن تأخذ بالأسباب أن تكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو كمال التوكل. أما إذا تركت الأمر كله ما استعديت ولا عملت ما ينبغي
فإن هذا ليس من التوكل، فإن هذا من التواكل. التوكل الصحيح أن تأخذ بالأسباب ثم تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، صف أصحابه ورتب واستعد للمعركة بهذا العدد القليل، ثم لجأ إلى ربه تبارك وتعالى يدعوه ويستنصره ويجأر إليه ويتضرع بين يديه حتى جاءه النصر المبين من الله سبحانه وتعالى. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا تتكلوا على ما عندكم من القوة ومن الأسباب، إنما عليكم أن تأخذوا بالأسباب وأن تتكلوا على الله تبارك وتعالى. هذه شيمة المؤمنين، وهذا ما يقتضيه هذا الدين. ثم الله سبحانه وتعالى يذكرهم بمنه وفضله وكرمه عليهم. لماذا تتأثرون؟ لماذا تخافون من الأعداء؟ ولكم سابقة في رضوان الله وفي عونه وفي تأييده، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، عددكم في بدر كان أقل من هذا العدد، وأنتم في بدر بعيدون عن بلدكم، والآن هذه المعركة في أطراف بلدكم الذي أنتم فيه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، في وقتها كان العدد قليلا والضعف باديا، لكن الله نصركم فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا هو الأمر الذي يجب أن يذكر فيشكر لله سبحانه وتعالى. إذ تقول للمؤمنين، هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، تذكير له بنعمة الله تبارك وتعالى وامتنانه عليه. إذ تقول للمؤمنين في بدر ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. في سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أمدهم بألف، إذ تستغيثون ربكم في بدر فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لكن في هذه الآيات بيان أن الله أمدهم بثلاثة ثم أمدهم بخمسة. فالعلماء يقولون إن الألف الذي كان في غزوة بدر والذي وعدهم الله به، هؤلاء كانوا يقاتلون بالفعل مع المؤمنين ولهم علامات، كان الصحابة يعرفونهم بعلاماتهم، كانت لهم عمائم بيضاء وخيلهم فيها غرة بيضاء تعلم بها، ولهم نداء يتنادون به يا منصور أمت أمت، كانت هذه العبارة التي يرددها الملائكة ويعاونون المؤمنين على قتل الكافرين. لكن هذه الأعداد الأخرى الثلاثة التي وعدهم الله بها والخمسة، هؤلاء من باب المؤازرة والمعاونة، مؤازرة ومعاونة، زيادة في المؤازرة. وما جاء الملائكة لمؤازرة المؤمنين إلا في بدر وفي غزوة حنين. في غزوة حنين عندما انهزم المسلمون أول الأمر، الله أيدهم سبحانه وتعالى بملائكته ثم نصرهم تبارك وتعالى. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم، هذا العدد الكثير بشارة ولتطمئن قلوبكم به، باب تطمين المؤمنين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذه قضية محورية لا يمكن أن يحيد عنها الإنسان المسلم، ولا يمكن أن يتحقق النصر بدونها. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليس النصر بكثرة العدد ولا بوفرة العدد ولا بجودة التخطيط، إنما النصر
من عند الله، لأنه إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. مر معنا في سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت، وكيف أن من خرج بهم من المؤمنين انسحبوا في مواقف عدة قبل أن يلاقوا عدوهم، فلم يبق معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. فلما جاءوا لمقابلة طالوت كانوا قلة، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، قال الذين يريدون الدار الآخرة النصر، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. هم عندما قالوا ذلك الله أيدهم بطالوت وجاءوا، فالله سبحانه وتعالى ثبت هذه القلة المؤمنة فنصرهم، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، بماذا؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. ها؟ والله سبحانه وتعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويقول وما النصر إلا من عند الله، ويقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فلا ينبغي أن ينسب النصر وتحقق المقاصد إلى أعمال البشر، إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نصركم في بدر هذا ما كان بقوتكم، إنما هو بتمكين الله سبحانه وتعالى لكم. لماذا؟ قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهذا ما حصل. قتل 70 وأسر 70 من كفار قريش من صناديدهم، ها، ورجع البقية خائبين مكسورين على ما أصابهم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في غزوة بدر وقيل أيضا في غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو على بعض الكفار والمشركين بأسمائهم، يدعو عليهم ويلعنهم، يلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو عليهم، فالله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك. لماذا؟ لأن العاقبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين كان يدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وفي ربما بعضهم كان في غزوة بدر، هداهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ودخلوا في الإسلام، منهم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، ومنهم سهيل بن عمرو، وعدد آخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم فنهاه الله. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم في هذه الحال ظالمون، لكنك لا تدري عاقبتهم. ومن هنا يقول العلماء إنه لا يجوز لعن المعين حتى ولو كان كافرا، لا تلعن هذا المعين المخصص الذي تراه باسمه أو شخصه، لا يجوز لعنه حتى ولو كان كافرا. لماذا؟ لأنها لا تعلم عاقبته. إن أحدكم كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هؤلاء في علم الله سبحانه وتعالى أنهم سيؤمنون، فلذلك لا يصح أن يستمر النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء عليهم ولا في لعنهم. هذا الأمر لله، اتركهم لله. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء
ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، أن يعذب أو أن يرحم أو أن يتوب على أحد، هذا لله سبحانه وتعالى ليس لأحد. فلا يجوز أن يتدخل أحد فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: لا يجوز أن تحكم لأحد بالجنة ولا بالنار إلا من ثبت له ذلك في نصوص الشرع. يعني أبو جهل، أبو لهب ثبت أنهم من أهل النار، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، هذا من أهل النار. وأبو جهل كذلك، وفرعون كذلك، هؤلاء محكوم لهم بالنار لا شك ولا مرية في ذلك. لكن من لم يكن كذلك لا تحكم عليه بالدخول بأنه من أهل النار، وأيضا لا تحكم عليه بأنه من أهل الجنة إلا من ثبتت له الجنة بإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام بشر بالجنة 10، 10 المبشرون بالجنة، وبشر عكاشة بن محصن بأنه من أهل الجنة، وبشر غيرهم. فهؤلاء الذين ثبت دخولهم الجنة بإخبار الشرع، هؤلاء نقول من أهل الجنة. وأما من عداهم فلا نحكم عليهم بأنهم من أهل الجنة ولا أنهم من أهل النار إلا إذا كانوا كفاراً وماتوا على الكفر. الكافر إذا مات على الكفر فهو من أهل النار، لكن في حياته لا نحكم عليه بأنه من أهل النار، لأن لا ندري ما هي عاقبته. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. ثم تأتي هذه الآية التي تحذر المؤمنين من أكل الربا، وهذه الآية بعدما تقدم في نهاية سورة البقرة وفي هذه السورة أيضا من أهمية الإنفاق في سبيل الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا كله دليل على أهمية الإنفاق، لكن الإنفاق يجب أن يكون من المال الطيب، من الحلال الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلذلك هذا الربا الذي ورد تحريمه والتشديد في شأنه في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إلى آخر الآية. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بعدها، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يأتي هنا: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. مأمورون بالإنفاق، لكن هذا الإنفاق يجب أن يكون من الحلال الطيب. أما هذه الأموال التي من الربا حتى ولو كانت كثيرة، لا خير ولا بركة فيها ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. وهذا الربا، هذا الربا كان في الجاهلية ولا زال في زمننا هذا المعاصر يعتبر أصلا من أصول الاقتصاد، من تثمير الأموال وزيادة الأرباح. هذا الربا، أن يدفع المال إلى شخص على سبيل القرض ثم يسترد منه بزيادة، فإن لم يجد يستطع تضاعف عليه هذه الزيادة. وهذا الذي كان يسمى بربا الجاهلية. ربا الجاهلية ما هو؟ أن يعطي إنسان مالا لغيره قرضا، فإذا حل الوقت بزيادة، فإذا حل الوقت طالبه به، فإن لم يستطع يقول له: إما أن تربي، إما أن تدفع، وإما أن تربي، يعني أزيدك في الأجل وأزيد عليك في الربا. وهكذا هذه الأرباح المضاعفة، كما يقولون في المصطلح المعاصر الأرباح المركبة، هذه الربا. فالله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عنها. وقوله أضعافا مضاعفة،
لا يعني أن الربا إذا لم يكن كذلك أنه حلال، لا، الربا حرام قليله وكثيره، محرم. لكن هذه الآية تحكي الواقع، الواقع الذي كان يجري فيه الربا، وهو أنه يتضاعف، يبدأ قليلا ثم يتضاعف وهكذا وهكذا وهكذا. فالله سبحانه وتعالى بيّن طبيعة الربا والمرابين، أن أموالهم كانت تتضاعف بهذا. وهذا لا يعني على أن الربا إذا كان قليلا أنه حلال، بل الربا قليله وكثيره محرم. واتقوا الله لعلكم تفلحون، تقوى الله سبحانه وتعالى هي التي تحول بين الإنسان المسلم وبين معصية الله، وهي سبيل الفلاح وسبيل النجاة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، الإنسان الذي يسمع المواعظ ويعلم أحكام الله وتصل إليه ولا يعمل بها أو يرفضها أو يستهين بها، هذا والعياذ بالله مهدد بنار جهنم في يوم القيامة. والنجاة وسبيل الهدى في إطاعة الله وإطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، كلوا من الطيبات وابتعدوا عن الربا، وإياكم والغش، وإياكم وأكل أموال الناس بالباطل، اتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا هو سبيل القرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا السبيل الذي يوصل إليه، وهذا السبيل الذي يجلب محبته. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني القضية سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ليست يعني سيرا على الأقدام حتى يركض الناس إليها. ربما في بعض الأمور الإنسان يحتاج إلى أن يسرع سرعة حقيقية في سبيل عمل الخير، لكن المقصود هنا استثارة المشاعر وتنشيط القلوب والأبدان إلى المسارعة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عليكم أن تتخذوا كل الأسباب التي توصلكم إلى هذه الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. من هم هؤلاء المتقون الذين قال الله سبحانه وتعالى إن الجنة أعدت لهم وجنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا تصوير لكبر الجنة، عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الأوصاف لا يتصف بها ولا يتخلق بها إلا العباد الصالحون المقربون الذين هم أهل التقوى حقيقة. والله سبحانه وتعالى ما جعل الأمور خافية معماة على الناس حتى لا يستطيعوا معرفتها، وحتى يتخصص أناس فقط يدعون الولاية أو يدعون الصلة بالله هم الذين يعرفونها وغيرهم لا يعرفهم. لا، القضية واضحة. الله سبحانه وتعالى في سورة يونس قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل إنسان يستطيع أن يسلك هذا السبيل ليتحصل له التقوى، يحصل له ولاية الله سبحانه وتعالى. هنا قال أعدت للمتقين، من هم هؤلاء المتقون؟ تستطيع أنت أن تسلك هذا السبيل رجاء أن يسلكك الله سبحانه وتعالى في جمعهم، أن تكون من المتقين. من هم هؤلاء؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون في أحوال السرور والفرح وفي أحوال الضيق والشدة، دأبهم الإنفاق، كل بما يستطيع. الله سبحانه وتعالى ما ألزمنا بإنفاق محدد، لكن ألزمنا بسخاوة النفوس وحسن القصد والإخلاص لله تبارك وتعالى. قد تنفق شيئا قليلا مما تجد وتخلص نيتك لله فيه، هذا يوازي شيئا كثيرا
ينفقه غيرك وهو قادر على إنفاق الكثير، لكن أنت قد تأخذ بهذا القليل مراتب عالية عند الله سبحانه وتعالى بإخلاص النية. فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا من أخص صفاتهم. ثم قال: والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ، ما معنى الكظم؟ الكبت، الكبت، ألا تسترسل مع الغيظ. الغيظ ما هو؟ شدة الغضب. الغيظ ما هو؟ شدة الغضب، وهي الحال التي يصل الإنسان فيها إلى أعلى درجات الحنق ويريد أن يفتك بمن يقابله أو من يناوئه، شدة الغيظ لأنه تسبب في إيذائه. هذه الحال، هذه الحال الذي يكظمها ويقدر على نفسه هو من أولياء الله، هو من المتقين. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة. مصارعة هذه في الحلبة ليست القضية هي بقوة البدن وكبر حجم العضلات والقدرة على التحمل، لا، قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني على سبيل الحقيقة، ولكن السرعة، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يستطيع أن يملك نفسه، أن يتحكم فيها، وأن لا يسترسل مع الغضب، لأن الغضب يقود إلى ما لا تحمد عقباه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا مغضبا به غيظ وحنق من خصمه، رآه محمرة عيناه من شدة الغضب، منتفخة أوداجه، هذه العروق الرقبة من شدة الغيظ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. ما هي هذه الكلمة؟ لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسكن به غضبه. فكظم الغيظ هذا دليل على القوة النفسية، أن الإنسان يستطيع أن يتحكم في مشاعره وفي تصرفاته. أما هذا الذي يسترسل مع مشاعره ومع غضبه ومع أدنى مؤثر، هذا شأنه شأن الدواب والأنعام. ها؟ كاظمين الغيظ، وأيضا والعافين عن الناس. لذلك كظم الغيظ هذا فضيلة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر على تحقيق هذا الأمر والانتصاف من عدوه، ناداه الله على رؤوس الخلائق في يوم القيامة وخيره من الحور العين. في رواية: أدخله الله الجنة. ها؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كذلك العفو هذا شيمة عظيمة، وأن تعفو، يقول الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى بين أن من حق الإنسان أن ينتصف ممن ظلمه، لكن قال: وأن تعفو أقرب للتقوى. أن تعفو أقرب للتقوى، لذلك جاء في الحديث عن النبي عليه السلام: أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. أخلاق عظيمة عالية. هذه هي الميزة التي ذكرت في عباد الله الصالحين، وهذه من جملة الأخلاق الإسلامية العالية، وهي كلها أخلاق عالية، لكن من جملة الأخلاق العالية التي تميز بها عباد الله الصالحون المؤمنون الذين هداهم الله لهذا الدين: كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العفو عند المقدرة، والعفو يعني الصفح والتنازل والتجاوز، وهذا يحصل في من أساء إليك بكلمة، أو ظلمك وأخذ حقك، أو اعتدى عليك، أو اعتدى على بعض أقربائك بقتل أو جرح أو ظلم، وأنت تستطيع أن تنتصف منه. العفو أقرب للتقوى.
لأن هذا العفو يطفئ الغضب ويهدئ الأمور ويسكن المشاعر ويجعل الناس متحابين. هذا هو المطلوب. إنما المؤمنون إخوة. الله سبحانه وتعالى قال فأصلحوا بين أخويكم. حتى لو وقع الاقتتال بين المؤمنين الله سبحانه وتعالى جعلهم إخوة. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. حتى هؤلاء الذين تقاتلوا وبغى بعضهم على بعض إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لذلك السعي في الإصلاح والسعي في تحقيق معاني الأخوة بين المؤمنين هذا من أهم المبادئ التي يجب أن تتحقق وأن ترسخ بين المؤمنين. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هل هذه هي كل الصفات؟ لا، ذكر الله سبحانه وتعالى صفات أخرى من أهمها أنهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجعون عما اقترفوه من الذنوب يسارعون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. هؤلاء من؟ المتقون. لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا معرض للإساءة والتقصير. من ذا الذي ما ساء قط كما يقول الشاعر، ومن ذا الذي ومن له الحسنى فقط؟ ما في أحد. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذه الأخطاء تعرض لها البشر كلهم، ليس هناك معصوم إلا من عصمه الله وهم أنبياء الله، وأما بقية البشر فهم يخطئون ويصيبون. إذن ما هو ميزان التفاضل بين البشر؟ ميزان التفاضل بين البشر ليس في انعدام الأخطاء. ما تقارن بين النبي الذي عصمه الله وبقية الخلق، لا، كيف توازن بين الناس في قربهم وبعدهم وفضلهم وغيره؟ كيف توازن بينهم؟ بقلة وكثرة الأخطاء. فالذي تكون أخطاؤه قليلة هذا من أهل المراتب العالية، والذي تكون أخطاؤه لا تعد ولا تحصى هذا والعياذ بالله، نسأل الله أن يتداركنا وإياه برحمته. ها؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ظلم النفس بالتقصير عليها، في التقصير في حق الله سبحانه وتعالى أو التجاوز أو التهاون، ها؟ ذكروا الله، يسارعون إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وما عنده، ويقدمون حق الله على حق أنفسهم، وينكسرون أمامه ويستغفرونه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، من كل الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا هو الطريق الصحيح، أن الإنسان إذا أذنب أنه يتوب إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا هو الطريق. ليس الطريق أن تكتسب العصمة لنفسك، هذا ليس لك، لكن الطريق الصحيح أنك إذا وقعت في ذنب أنك تبادر بالتوبة، تستغفر الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا عزة الله، وذكروا قوة الله، وذكروا قدرة الله عليهم، استشعروا الخوف منه فاستغفروا لذنوبهم، اللهم اغفر لنا. ولذلك كان الاستغفار بالمكانة العالية من هذا الدين. الاستغفار له مكانة عظيمة في هذا الدين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. استغفار، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله كثيرا، حتى كان يعد له في المجلس الواحد قرابة 100 مرة يستغفر الله فيها. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا كما قال هود عليه السلام ويزدكم قوة إلى قوتكم.
استغفار مما يقوي العبد، يقوي إيمانه ويقوي بدنه ويقربه من الله سبحانه وتعالى ويمسح ذنوبه. استغفار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هو القادر على هذا، وهو الذي يدعو عباده لهذا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذنب رجل ذنبا فاستغفر الله، فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب، قد غفرت له. ثم أذنب مرة أخرى فاستغفر الله، فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب فاستغفر الله، فغفر الله له. وفي الثالثة فعل ذلك، وفي الرابعة فعل ذلك، في كل مرة يستغفر الله ويتوب الله عليه ثم يعود. فقال الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت له، لكثرة استغفاره ورجوعه إلى ربه. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على الذنب من أخطر ما يتهدد الإنسان في عاقبته، الإصرار على الذنب. الإنسان يعلم أن هذا ذنب، يعصي، يزني، يفسق، يسرق، يأكل الربا، يتعاطى شيئا من المحرمات، يعلم أن هذا محرم ولكنه يصر عليه، ما يستغفر الله ويتوب، لا، مصر على هذا. هذا على خطر عظيم. حتى الأمور الصغيرة، الحاجات اليسيرة، الذنوب الصغيرة هذه مطلوب أن يقنع العبد، يقلع العبد عنها، لكن ليست هي مثل كبائر الذنوب. إن والذي يجعلها من كبائر الذنوب الإصرار عليها، يعني عدم الإقلاع عنها. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن الإصرار على الصغائر يجعلها من الكبائر، يجعلها من الكبائر. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، ترك الذنوب كلها. نعم. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى وجعل يعني بين أنهم هم المتقون الذين أعد لهم هذه الجنات التي عرضها كعرض السماء والأرض. المتقون هؤلاء في الصفات التي تقدمت، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ماذا قال الله؟ قال أولئك، هؤلاء جزاؤهم مغفرة من ربهم. وهذا أعظم شيء، أعظم شيء أن يغفر الله لك ذنوبك. إذا غفر لك ذنوبك طهرك وصفاك، استحققت ماذا؟ دخول الجنة. لا يحول بين العبد وبين دخول الجنة إلا الذنوب هذه، الذنوب. فإذا عفى الله عنها أصبحت نقياً خلياً من هذه الذنوب، استحققت الجنة. ومن يغفر الذنوب إلا الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. ثم بعد هذه المغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء العمل، جزاء الوفاق، هذا دخول الجنة والخلود فيها إنما كان بسبب هذه الأعمال العظيمة الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يذكر المؤمنين، لأن هذا هو الشيء المعهود الذي وعد به عباده في سائر العصور منذ أن خلق الخلق. قد خلت من قبلكم سنن، أمم مشت على هذا الطريق، من اهتدى وأصلح وسار على الطريق قبله الله سبحانه وتعالى وأدخله في عداد المتقين وجعله من أهل الجنة، ومن حاد وخالف وعصى
سلك به سبيل أهل النار والعياذ بالله. ها؟ قد خلت من قبلكم سنن، تأملوا فيما ما مضى من قبلكم من أهل الإيمان والصلاح والتقى ومن أهل الكفر والفسوق والعصيان، تأملوا ماذا حل بهؤلاء وماذا حل بهؤلاء. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عبر عظيمة جعل الله سبحانه وتعالى كثيرا منها باقيا إلى أن يرث الأرض ومن عليها في هذه الأرض، عبر لأمم أهلكها الله سبحانه وتعالى، قوم عاد، قوم نوح، قوم فرعون، قوم لوط، بقيت هذه الآثار وهذه الأخبار دالة عليهم. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، هذا الذي يقصه القرآن الكريم المنزل من عند الله تبارك وتعالى والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، هو البيان الصحيح، وهو الهدى، وهو الموعظة التي تحرك القلوب وتردها إلى الحق، وموعظة للمتقين. لماذا قال للمتقين؟ لأن غير المتقين لا ينتفعون به. هؤلاء الكفار كم بين الله لهم من الآيات والمواعظ والحجج والبينات لم يهتدوا بها. ما أكثر ما قاله موسى لفرعون، موسى عليه السلام عندما جاء لفرعون كلما قال له حجة لا يزداد إلا عتوا، إلى أن قال له ما علمت لكم من إله غيري، وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين بعد كل هذه الآيات. فهذه الآيات والهدى والمواعظ من يستفيد منها؟ من يتقبلها؟ من يعمل بها؟ هم المتقون. قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للمؤمنين، وجه الخطاب للمؤمنين في أحوال كثيرة قد تعرض لهم، من أهمها كيد أعدائهم ومكرهم بهم، وما يجب على المؤمنين أن يتخذوه في مقابلة أعدائهم. ولا تهنوا، لا تضعفوا، ولا تتخاذلوا، ولا تنهزموا، ولا تهنوا، ولا تحزنوا. لا تحزنوا لماذا؟ لأنه قد يصيبكم الضر ويصيبكم البلاء، وقد يظهر عليكم الأعداء في وقت من الأوقات. لا تحزنوا، الله ناصر دينه، والله مظهر كلمته، والعاقبة لمن؟ والعاقبة للمتقين، كما قال الله تبارك وتعالى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى يطمئن عباده المؤمنين بذلك، ليثبتوا وليصبروا وليستقيموا على أمر الله سبحانه وتعالى، حينئذ تدركهم رحمة الله، وينزل بهم نصره، ويظهر الله سبحانه وتعالى بهم كلمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نستنصرك ونستنجز وعدك ونستنزل نصرك لعبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي وعدت به، إنك على كل شيء قدير.